تصدرات دبلي دامي بيجي ديجا تاعها جانا في الثمن دونك بودجي Suite l'instruction ou même elle est à c'est bien, c'est bien. Voilà, avec une bonne chose. Très bien. Donc la consistance. بسم الله الرحمن الرحيم صلاه وسلام على اشرف المرسلين اولا كاين بعض المشاريع التي تم رفع التجميد عليها لكن ليس فيها مساحه مجمده الحمد لله السنه هذه رفع التجميد على مشاريع جد مهمه اللي راح تدعم التنمية المجتمعية وخاصة المشاريع في مجال المورد المائية اللي تقال حوالي 30 مليار يعني من بين المشاريع اللي راح تتكلم عليها هو مجال البنزين الزيتون اللي هي تسويق المياه الصالحة للشرب يعني هذا استثمار عمومي راح يكون في إعطاء ديناميكية جديدة وتسميد المواطنين على مستوى السكن هذه المياه الصالحة للشرب كما كانوا الصباح في الفترة الصباحية زيارة للبلدية في دعم المسكنة لرفع كذلك لإنطلاق مشروع وهو مشروع تزويد المياه الصالحة للشرب الذي هو دعم المسكنة لحل المشكلة هذه كما كان لنا طرق في كما كانت لنا زيارة في دار الثقافة لإعطاء إشارة دخول مدرسي وهناك متعاملين اقتصاديين من زودنا الكتب المدرسية وكذا الأدوات المدرسية بأسعار جد معقولة من تكون في متناول المواطن وهكذا تتحول هذه الصفحة الاقتصادية تحول من 20 حتى 20 سبتمبر حتى يستفيد المواطن تعمل الواقي في هذه المحلات التجارية اللي يديرونها تصرف المواطنين في عين البيضاء وعين الواقي وعين الميناء هذا هي مجمل الزيارة اللي قمنا بها اليوم في ذكرى الرشيد أغسطس وهو كيف المزدوجة للشمال القسطيني في الحصار الشمال القسطيني وكذا مؤتمر الصومال.